يشير خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ثروة الجزائر تعادل ثروة تونس والمغرب معا، حيث يبلغ الاحتياطي النقدي الجزائري حاليا 155 مليار دولار. وحصلت الجزائر منذ عام 2000 على أكثر من 600 مليار دولار، وصرفت منذ عام 99 أكثر من 200 مليار دولار، وستنفق نحو 285 مليار دولار حتى عام 2014. أرقام خيالية، لكنها لا تعني شيئا لشعب فقير في بلد غني تدفع به الأوضاع أحيانا للأكل من القمامة كما يقول مراقبون. أما بالنسبة للخبراء الاجتماعيين فالمسألة واضحة المعالم، لا يمكن لشعب أن ينعم بخيرات بلاده في ظل فساد منتشر من قمة الهرم إلى قاعدته. يحيى بنوار مدير إذاعة كلمة، وهي إذاعة محظورة في الجزائر، يكشف لنا عن خفايا النظام الجزائري الذي يحكم البلاد والعباد بقبضة من حديد منذ 50 عاما، ويشرح لنا كيف استطاع الرئيس بوتفليقة أن يستولي على الحكم بفضل صفقة عقدها مع جنرال توفيق رئيس المخابرات الجزائرية تضمن لكل منهما البقاء في السلطة مدى الحياة. وعلى ضوء هذه الظروف التي لم يعد يطيقها الشارع الجزائري، يجزم يحيى بنوار أن ما حدث في تونس وفي مصر لا بد وأن يحدث في الجزائر آجلا أم عاجلا. Monsieur Bonnoir, bonjour et merci d'être avec nous. أهلا بك معنا. Bonjour. Monsieur Bonnoir, qui dirige l'Algérie? من الذي يحكم الجزائر؟ العسكريون بوتفليقة أم الاثنان معا؟ ومن المسؤول عن الوضع السائد حاليا؟ الاثنان. العسكريون هم الذين أتوا ببوتفليقة، وعلينا أن نتذكر بأن بوتفليقة لم يتم اختياره من قبل الشعب الجزائري، لقد استقر في منطقة الخليج العربي منذ 20 عاما، وعندما احتاج العسكريون لأحد من أجل تسويق الاتفاق الذي تم إبرامه مع الإسلاميين أتوا ببوتفليقة، وبوتفليقة لم يناضل ولم يلتقي الشعب الجزائري، كما أنه لم يحارب إلى جانب هذا الشعب، لذا فهو لا يستحق مكانه الذي يرجع الفضل فيه إلى العسكريين الذين جاءوا به. لهذا فالعسكريون لهم جزء كبير من السلطة، لأنهم هم الذين اختاروا نيابة عن الشعب من يحكمه. كذلك فحيث أن العسكريين هم الذين أتوا ببوتفليقة إلى السلطة، فهو ليس لديه قاعدة شعبية بسبب عدم وجوده في البلاد، فهو ليس برجل سياسي تقليدي ناضل وكافح من أجل الوصول إلى رئاسة الجمهورية، فهم الذين جاءوا به وهو يعلم هذا، وكان عليه أن يعمل على إقامة قاعدة وأتباع سياسيين، فجاء بأصدقائه الذين نصبهم في الوزارات المختلفة ولا سيما وزارة الطاقة، حيث تم إدارة شؤون البترول الذي يمثل نسبة 98% من موارد الجزائر، كما نصب أصدقاءه في مواقع أخرى وخلق بذلك أتباع سياسيين من رجال الأعمال، وبدلا من أن يحيط نفسه بالكفاءة والكوادر التف حوله أناس دون المستوى اشترى ولاءهم. تقول أن العسكريين هم الذين أتوا به، هناك من يقول أن الجيش الجزائري نوعان، جيش شعبي طيب ونوع آخر يشكل ما يسمى المكتب الأسود لكابين نوار، فماذا بالأمر؟ هم أولئك الذين أتوا به فيما مضى، لقد كانوا حفنة من الجنرالات الذين كانوا يحكمون الجزائر. إذن هؤلاء هم المكتب الأسود؟ لقد تغير هذا، كان هذا هو الوضع عندما أتوا ببوتفليقة، كانوا عددا محدودا من الجنرالات الذين يحكمون الجزائر منذ أواسط 80s وأتوا به، وكان أهمهم وأقواهم الجنرال العربي بالخير والجنرال خالد نزار الذي كان وزيرا للدفاع، والجنرال محمد العماري الذي كان رئيسا للأركان ورئيسا للمخابرات، وكذلك الجنرال محمد مدين المسمى بتوفيق. محمد مديان دي توفيق. تلك الحفنة من الجنرالات هي التي كان بيدها القرار،
وفي تلك الأثناء قام بوتفليقة بتغيير الوضع، حيث أحيل اثنان من هؤلاء الجنرالات إلى التقاعد، وهما وزير الدفاع نزار ورئيس الأركان العربي بالخير. وهذا الأخير كان أقوى هؤلاء الجنرالات، فتوفي بعد تهميشه ومرضه، ولا يتبقى الآن سوى واحد فقط، ولكنه يتمتع بنفوذ قوي، وهو الجنرال توفيق رئيس المخابرات الجزائرية. وأود هنا أن أوضح أن المخابرات في الجزائر ليست كمثيلتها في البلدان الأخرى، ومن حق الجزائر أن يكون لها بالطبع جهاز مخابرات للخارج كما هو الحال في بلاد العالم. أنت تقول أن رجلا واحدا يتحكم في هذه السلطة الواسعة هو جنرال مدين أو توفيق، من هو ولماذا يحاط بسرية مطلقة؟ ما اسمه بالكامل؟ من أين أتى؟ ولماذا هو على هذه الدرجة من الأهمية؟ اسمه محمد الأمين مدين، المعروف بتوفيق. وإذا ما قلتم محمد الأمين مدين فإن 80% من الجزائريين لا يعرفونه، ولكن إذا ما قلتم توفيق فالكل يعرف أنه أقوى رجل في الجزائر والذي يتحكم فيها بصورة سرية، وآخر صورة له ترجع لثلاثين عاما مضت. إنه مثل الشبح الذي لا يراه أحد، ولكن يعلم الجميع بمدى نفوذه وقوته. لقد أتى من المخابرات التي خدم فيها طوال حياته، يبلغ من العمر 73 عاما، فهو التحق بالمخابرات غداة الاستقلال عام 62، وكان ضمن أول دفعة تم إرسالها للتدريب في جهاز المخابرات بالاتحاد السوفيتي، ولهذا فقد أمضى حياته المهنية كلها في الجزائر. وفي نهاية الثمانينات لم يعد يتفق كثيرا مع رئيس المخابرات في تلك الحقبة الذي كان يرغب في إبعاده، إلا أن العربي بالخير الجنرال القوي ألحقه برئاسة الجمهورية، وفي عام 89 تم تعيينه على رأس المخابرات، وهو المنصب الذي ما زال يشغله منذ 21 عاما وحتى الآن، وأنا أعتقد أنه الوحيد في العالم الذي ظل في مثل هذا المنصب لأطول فترة. ولكن يقال هذا سر قوته، فهو يتحكم في جميع أجهزة المخابرات من داخلية وخارجية وأمن القوات المسلحة والبوليس السياسي. وهل بوتفليقة مجرد رجل ضعيف، مجرد واجهة، أم هو فعلا مشارك في السلطة؟ لقد نجح بوتفليقة في إعادة توازن تلك السلطة لصالحه، منذ كانت تلك الحفنة من الجنرالات ورئيس المخابرات هم الذين لديهم كل السلطات تقريبا، في حين لم يكن السياسيون سوى واجهة أو فترينة مدنية، واستطاع بوتفليقة إعادة التوازن لصالحه. وكما سبق أن قلت فإن بعض الجنرالات أحيلوا للتقاعد في حين توفى من كان أكثرهم نفوذا. ما هو رأيك في الذين يرون في السيد بوتفليقة رجل أعمال أكثر من أن يكون رجل دولة؟ إنه رجل سلطة وليس رجل دولة، فهذان شيئان مختلفان. إنه رجل سلطة لا أكثر، إنه رجل أضاع فرصة تاريخية حين جاء به ثانية إلى سدة الحكم حين أعاده العسكريون، فهذا يفسر ذاك. فبدلا من أن يعتمد على ما هو صحي في المجتمع الجزائري، اعتمد على ما هو مفسد، على الفاسدين واللصوص وعلى الفساد. ففي حكم بوتفليقة نما الفساد بوطيرة لم تعهدها البلاد من قبل، وذلك بحماية من الأجهزة الاستخباراتية بما لها من سلطات، والتي تقوم بمراقبة المجتمع وتكفل بذلك طمأنينة النظام. بالتالي فبوتفليقة يتمتع بسلطة كبيرة، أكثر ما تمتع به ربما باستثناء مدين، أكثر ما تمتع به أي رئيس جمهورية آخر. كما قلت فإن بوتفليقة ليس له أولاد ولكن له أشقاء، فما هو تأثيرهم؟ لأنه من الواضح أنهم كذلك يمارسون أحدهم السلطة. على وجه الخصوص وهو سعيد بوتفليقة شقيقه، الذي كانت حتى ثورة تونس وثورة مصر كانت هناك إشاعة بشأنه، ولكن في واقع الأمر كان الناس في الجزائر يعلمون أنه يستعد لخلافة شقيقه عام 14 أو في حالة وفاته، حيث أن بوتفليقة يبلغ من العمر 64 عاما وهو مريض، لذلك فإنه كان يعد شقيقه ليخلفه، كما لو كانت الجزائر ضيعة خاصة أو جمهورية ملكية.
سنعود بعد قليل إلى السبب الذي أدى إلى هذه الحالة، وعلينا هنا أن نعرف الانتهاك الذي ارتكبه بوتفليقة بموافقة العسكريين حين أعادوه إلى الحكم عام 99 حيث نصب رئيسا للجمهورية. ففي عام 96 كان هناك دستور تم الاختراع عليه في الجزائر يحدد ولاية رئيس الجمهورية بفترتين، وبالتالي كان بوتفليقة قد أتم عام 2009 الفترتين وكان عليه الرحيل. في عام 2008 انتهك الدستور لاغيا المادة التي تحدد مدة الرئاسة بفترتين ورشح نفسه لمدة ثالثة، وبالتالي لم يعد هناك تحديد لمدد الرئاسة، فعد نفسه ليكون رئيسا للجمهورية مدى الحياة، وهو الأمر الذي جعل الجزائر الدولة الوحيدة في العالم العربي التي لا يوجد بها هذا الأمر. انتهاكه للدستور أعاد الجزائر للجملوكية، أي الجمهورية الملكية، ليبقى رئيسا مدى الحياة. وإن لم يكن قد فعل هذا، ربما لم نكن لنجد أنفسنا اليوم في هذا الوضع. هذا يعني أنه في حال وفاته فسيكون سعيد بوتفليقة هو الذي سيمسك بمقاليد الحكم. بطريقة أو بأخرى، لقد بدأ شقيقه بتنظيم أموره لإنشاء حزب سياسي أو تشكيل كتلة من الأحزاب السياسية ليكون له قاعدة سياسية تسمح له بالترشح في حال حدوث شيء ما لأخيه. سيد بنوار، لقد قام مؤخرا سيد بوتفليقة بإقصاء رجلين وهما شكيب خليل الذي كان يتولى حقيبة مهمة للغاية وهي حقيبة الطاقة، ويزيد زرهوني الذي كان يتولى حقيبة الداخلية. لماذا تخلى عنهما؟ إقصاء لا أعتقد أن إنها الكلمة الصحيحة، فلقد اضطر بوتفليقة أن يفترق عن شكيب خليل الذي كان متورطا في عمليات فساد ضخمة تدخل فيها الإدارة السابقة لشركة سوناتراك ورئيس مجلس إدارتها ونواب رؤسائها. وأكرر هنا أن سوناتراك هي الشركة 12 في العالم، وهي تشكل 84% من موارد الجزائر، فكل جهاز سوناتراك، رئيس الشركة ونواب الرؤساء هم اليوم في السجون أو قيد الرقابة القضائية. فرئيس مجلس الإدارة قيد الرقابة القضائية لأسباب صحية. كل هؤلاء يقولون أنهم فعلوا ما فعلوه بأوامر من الوزير صديق بوتفليقة الحميم، وبالتالي لم يكن في استطاعة بوتفليقة الإبقاء عليه فانفصل عنه. ولكن لم يقم أي قاض بالاستماع إلى السيد خليل، مما يعني أننا أمام إفلات كامل من العقاب. لقد قاموا بنهب ثروات البلاد ولن يقدم أحد منهم للمحاسبة، فهم يرفضون ذلك لأنهم يعتبرون الشعب شيئا تافها. من برأيك من الخارج يشارك بوتفليقة وأسرته والجيش في الإشراف على سوناتراك؟ هل هي الولايات المتحدة أم فرنسا؟ لا، حاليا ومع رحيل شكيب خليل فقد تم التوازن. بوتفليقة كان له الإشراف التام على موارد النفط إلى جانب رجله الموجود على رأس شركة النفط، ويبدو أنه أساء توزيع الكعكة، وبالتالي فإن الجنرال توفيق قد تصرف بحيث تظهر عمليات الفساد على الملأ لكي يذهب خليل ويقوم هو بإعادة رجاله حتى يتم إعادة التوازن ثانية داخل سوناتراك بين بوتفليقة والجيش. وعلى هذا فعلى مدى 11 عاما كان شكيب خليل يقوم بنهب هذه الثروات ولم يتحرك الجيش، لم يتحرك إلا أواخر 2010 حيث دب خلاف بينهم في لحظة ما فأجبروا شكيب خليل على الرحيل. والذين يشرفون اليوم على ثروة الجزائر هم الاثنان معا، ركيزة النظام بوتفليقة والجنرال توفيق، فهما ينظران على أي حال إلى نفسيهما على أنهما الجزائر. إنهما يشرفان على ثروات البلاد ويسهلان نهبها ويسيئان معاملة الشعب ويمنعان الشعب الجزائري من. لقد صرح الرئيس بوتفليقة مؤخرا بأنه سوف يقوم بمحاربة الفساد الكبير والفساد الصغير، غير أن منتقديه يتساءلون عن كيفية محاربته للفساد وهو نفسه فاسد وأحيانا مفسد. يكفي أن يقوم القضاء بالتحقيق مع شكيب خليل، الشخص الذي يحميه وهو الوزير السابق للطاقة من 99 إلى 2010 والذي ظل على رأس الطاقة لمدة 11 سنة،
وبالتالي على رأس الثروة الأساسية للجزائر، حيث اعترف جميع المتورطين في عمليات الفساد بأنهم تصرفوا بأوامر منه. فإذا كان بوتفليقة صادقا في مكافحته للفساد، فليترك القضاة يستمعون لصديقه الوزير. من جهة أخرى، كيف سيتسنى له اليوم مكافحة الفساد الذي تفشى خلال 11 عاما التي حكم فيها كما لم يتفشى من قبل في تاريخ هذا البلد؟ إلا أن هذا اللوم يقبل بالنسبة للجيش وأجهزة المخابرات القوية للغاية.